دنيا شهد نيو لوك كي لاطي ديالي انا كنتعين بحيت لاطي ديالي انا بزاف البنات اللي ما لقيناش بكل صراحه وبكل تواضع. يعني لاطي ديالي انا الحمد لله صغيره كيوت، يعني واخا عندي 27 سنه ما تعطيونيش 27، كيعطوني 16 عام حيت كنبان صغيره صغر من لاج ديالي 55. هادشي اللي كاين اخويا ونطلب والله، يعني انا كنعيش حياتي ومخليها الله سبحانه وتعالى، ماشي مشكل الحمد لله. الله والرقية والقرآن في الدم الحمد لله. كيعتبروكم انكم واحد الكوبل اللي لا علاقة، غير كتخربقوا حماق مقطعين الوراق اللي قالها الطينطو ديال عقلنا كنديروها. بعد انا مقتنع براسي واحساس مقتنع براسو ومقتنعين ببعضياتنا بجوج، ما احنا اختارينا بجوج ما كيهمنيش يقول علينا بنادم. انا كنقول بنادم كنقول له انت اللي كتهضر اش عاطيني، ما عاطيني والو، واش انا نخلي انا الناس اللي كيبغيوني وكيحماقوا عليا وكيتعاونوا معايا لا ماديا ولا معنويا. يعني وندي انا في واحد اللي كيدخل كومونتي سلبي. متتبعي اشواق تي في مرحبا بكم. اليوم بلا شك ايضا غتكونوا تعرفتوا على الضيف اللي معايا اليوم، المثيره للجدل دنيا مرات احساس. دنيا مرحبا بك مجددا معنا، ايضا حتى انت معنا اليوم في اشواق تي في. الله يحفظك الله يكبر بك. انا صحح لك واحد المعلومه، الفنانه دنيا بلا. الله الله. بكل تواضع وبكل افتخار وعن جدارة واستحقاق. بارك الله. الله يحفظك اخويا، شكرا بزاف اشواق تي في ومرحبا بكم على الاستضافه ومرحبا بكم عندنا وتحيه كبيره لكم. دنيا شهد نيو لوك. ايوا الصراحه الانسان غادي وكيتبدل غادي، يعني انا الصراحه هذا هو اللباس اللي انا كنت كنلبس من ديبار، غير ما كنتش كنبغي نبين حياتي الشخصيه لبنادم، ما كنتش كنبغي نبينها ليه. اللي كيقول لك لا واه ما عندهاش الحوايج، لو انها ما كتلبش، لو انها ما عايشه حياتها. بالعكس انا عايشه حياتي، غير اني في خارج الكاميرا كنت كنحاول نبان بواحد باش ما يقولوش، يعني ما بغيتش نعطي حقيقتي لبنادم انني كنلبس مقزاب او لا. انا هكا هو لباس من ديبار طويل ما كنتش كنلبسو نهائيا، ها كنت قدام الكاميرا كنقول لا زعما العين بنادم خايبه وكنقولوا حنا تابعه بنادم خايبه نهضروا بصراحه. ولكن دابا الحمد لله ملي انا تشافيت وديما كنطلق الرقيه وديما كنطلق القران الحمد لله، قلت لي مالا باش الانسان ما يقولش بانني، يعني كانوا كيقولوا بزاف الحوايج عليا، وصافي انا كما كنعيش حياتي يعني طبيعيه غادي نوريها للناس يتقبلوها هما هكا كما يتقبلوهاش، يعني داكشي كيبقى احتراما لهم. ولكن انا غنبين الحقيقه ديال لباسي والحقيقه ديالي انا كيفاش كنعيش واي حاجه كيفاش انا كندير. الحمد لله اليوم دنيا جينا عندك وشفنا باللي الحاله ديالك الصحيه استقرت ولله الحمد، ما كتخافيش انك تاداي بالعين من جديد؟ كنخاف وكنخاف اخويا بزاف، انا ديجا كان اصلا فيا العين وكنت ادا بزاف وكضرب فيا العين، وخاطر اللي تنقول عارفه غيقولوا في الكومونتير ما بقاش شكون اللي تعين. انا كانت عين واخا لا فورما كما كتقولوا نتوما لا فورما لاطي، ولكن لاطي ديالي انا كانت عين بحيت لاطي ديالي انا بزاف البنات اللي ما لقيناش بكل صراحه وبكل تواضع. يعني لاطي ديالي انا الحمد لله صغيره كيوت، يعني واخا عندي 27 سنه ما تعطيونيش 27، كيعطوني 16 عام حيت كنبان صغيره صغر من لاج ديالي. يعني عادي انا عايشه حياتي كيف ما بغيت وكنلبس اللي بغيت، عادي رايكم يحترم، ولكن انا كندير اللي بغيت والحمد لله. قبل ما كنسالي الفيديو كندير الرقيه وكنصلي وكندير الرقيه الشرعيه وكنطلق القران والحمد لله شبه والحرمال اللهم بارك 55. هادشي اللي كاين اخويا ونطلب والله، يعني انا كنعيش حياتي ومخليها الله سبحانه وتعالى، ماشي مشكل الحمد لله. الله والرقيه والقران في الدم الحمد لله ونعم بالله. دنيا شنو قصتك مع الفن من جديد؟ ايوا قصتي مع الفن ماشي من جديد، يا من زمان قصتي مع الفن يا مات الكاسيت
غنيت ايامه الكاسيت، ايامه ملي كان الكاسيت عنده الهمه وشن باش انك يعني باش انك تكون مغني وتخرج الكاسيت والناس تصمت ليك والشركه اللي تبغي انها يعني تاخذ من عندك الكاسيت. انا غنيت في ايام الكاسيت، وملي خرج عاوتاني لي سيدي درت انا عاوتاني اول البوم ليا في السيدي درته للاطفال، ودرت اغاني شعبيه. وبلي مارا نقول لك كان عندي موقع في اليوتيوب قبل ما يكون يعني هذا الشيء يوتيوب بزاف، كان عندي دنيا الصغيره شحال هذه، كنت غنيت اغاني ديال كنت عاودت واحد الاغاني شعبيه ديال بويا هاي بويا شي ابني سحو البراد، وغنيت اغنيه العروسه، وغنيت عاوتاني اغاني دراي يعني عاودتهم. ولكن الاغاني ديالي انا للاطفال يعني نقول لك يعني تقريبا شي 10% اللي نقولوا انا ما كيعرفوش اغنيه اوكي اوكي للاطفال، ولكن اغنيه اوكي اوكي كتغنى في جميع المدارس، في جميع الانشطه ديال الاطفال، في جميع المناسبات ديال الاطفال. اغنيه اوكي اوكي معروفه ديال دنيا، ولكن غير بزاف ديال الناس اللي ما عارفينش يعني ديال دنيا بيلا. يعني هذه الاغنيه ديالي انا عندي البوم فيه 8 ديال الاغاني، منهم اوكي اوكي ماما الاطفال. عاد ندوزو الكبار، الكبار عندي عاوتاني اغاني راي كنت خرجتهم شحال هادي. اما ديال دابا عندي تقريبا شي شحال يكون عندي الاغاني دابا، عندي انا الراي وانا الشوار، عندي ماشي غشيمه، عندي 10 مليون، عندي درنا البوز، عندي العفو يا مولانا. هادو هما الاغاني انا اللي عندي، هادو راي قناوي شعبي تبارك الله جديد ديال هادو هما. ماشي بهم باش عطوني بطاقات فنان، لا بالاعمال اللي كانوا عندي قبل يعني بالمخيره اللي يعني اللي كنت كندير. مثلا كنعاود الاغاني، كان عندي اغاني يعني للاطفال، عندي لي كونط خالي كنت كنخدم في مع جمعيه للبسمه للثقافه والفن بالرئيس ديالها عز الدين الزناقي اللي هو خالي وماناجر ديالي حاليا. هادشي والصراحه يعني اي انسان كيدير واحد العمل الا وكيستحق عليه. وانا يعني واخا الاغاني ديالي يعني ما يعني كنقولوا حنا جابوا لي نسبه المشاهده والناس تفرجوا فيهم، ولكن ما خداوش حقهم في يعني في مجال الفن، ولكن الناس كبار وزاره للثقافه والفن اعترفوا بهم انهم في كلمات في المستوى، لا من الكلمات ولا من الالحان ولا من التصوير ولا من التسجيل، يعني كلمات واغاني في المستوى. لان تبارك الله خدمت مع فنانة كبار، خدمت مع الكلمات وعلي السي خضره عبد الحق خضره يعني تبارك الله شاعر، وتا هو كيبان يعني في التلفازه، وتبارك الله بزاف يعني كتب بزاف الناس يعني يعني. وما نساوش عاوتاني الالحان اللي هو خالي عز الدين تبارك الله فنان كبير، تا هو ما خداش حقه في الساحه الفنيه، وانما تبارك الله فنان يعني كلمات الحان تمثيل مدير اعمال جيد، منشط الدراري الصغار يعني منشط ديال الدراري الصغار جيد يعني تبارك الله. وصل عندي فنان اللي تبارك الله عليه كنعترف بانه كبير، فنان كبير. وما نساوش عاوتاني تسجيل شاكر غلام اللي تبارك الله سجل اكثر من يعني فنانه بزاف، سجلهم منهم نادية العروسي، منهم ابتسام ديسكات، يعني بزاف يعني الفنان اللي كنا كنشوفو اضري شحال هذه راه هو اللي كان كيسجل لهم الاغاني، وهو يعني دابا اللي كيسجل لي انا الاغاني ديالي ما انا صغيره، ودابا حتى جيت عنده انا كبيره. يعني كيقول لي كنت كنسجل لك وانت صغيره، دابا تبارك الله غادا كتكبري وانا دابا كنسجل ليك يعني. فعلى ذكر الكلام ديالك قلتي بان الاعمال ديالك الفنيه اللي مؤخرا صدرتيها على منصه اليوتيوب حققت مشاهدات اللي في المستوى، لكن قلتي بانهم ما خداوش حقهم فنيا. فكتشوفي مجموعه ديال الناس كيقولوا بان دنيا الاعمال اللي كتطرح اعمال يعني تهريجيه، يعني واش ما عارفاش بان راسها غير كتخربق، راها غير كتصبر راسها، غير كتعوم في الوهم ديال انا فنانه، وهذه نسبه المشاهده اللي قلتي حققتي غير ديال الناس اللي كيبغيو يعرفوا شكون هي هاد الدنيا هذه. اوكي انا غادي نجاوبك لهذا السؤال. انا نقول لك واحد الهضره، نقولوا ان بنادم ما عنده لا علاقه لا بالفن لا بتشي حاجه ويجي عندي ويقول لي انا هضره
وزارة للثقافة والفن، عرفتي شكون اللي كيكون فيها؟ راه ماشي غير أساتذة كبار، راه كيكون راه وزارة للثقافة والفن. إلا ما كانش عندك يعني واحد الحاجة أن تبارك الله كبير، يعني هذيك إلا ما كانش داك العمل بصح أنه يستحق، أنا ما غاديش نسنيولك عليه. يعني يجي انا واحد ما عنده لا علاقه لا بالفن لا بولي يجي يقول لي انت ما عندكش الصوت وما عندكش اعمال وما عندك حتى شي حاجه. يعني انا ملي دفعت الدوسي ديالي كفنانه على بطاقه فنان قبلوها ليا، علاش؟ حيت هما عارفين انني نستحق بطاقه فنان. وبزاف فاش غنيت اغنيه ديال 10 مليون الصراحه بزاف، يعني ماشي بزاف ديال الناس كل شيء كيقول تبارك الله عندها الصوت، لان ملي كتلقى واحد نقولوا حنا غير 1000 ديال الناس كيكومونطيو تبارك الله عندها الصوت بحال نجاة عتابو. تحيه كبيره للفنانه ديالنا نجاة عتابو، ان صوتها بحال نجاة عتابو الاغنيه. غيجي واحد اخر لا علاقه غادي يكتب، يقدرش يكتب. ما كتظنيش بان دنيا البوز اللي كنتو خلقتو واحد الوقيته رجع عليكم بالسلبي، انه خلى كاع الناس اللي اون فوا تي طيح على الذهن ديالهم دنيا واحساس فكيجيه واحد الـ واحد الـ واحد المهزله، لان بزاف ديال الناس كيعتبروكم انكم واحد الكوبل اللي لا علاقه غير كتخربقوا حماق مقطعين الاوراق. والصراحه انا حماق ومقطع الاوراق هذه كاينه، ها الشيء اللي بغينا ما كنقولوش ما كنديرش الشيء اللي كيبغاو الناس، حيت الا جينا نرضيو الناس راه ما غنديروا حتى حاجه في حياتنا، هذه معروفه. ولكن اللي كيقول لك حنا كوب لا علاقه ومهزله هذاك كيبقى الراي ديالو، ولكن انا وراجلي عايشين حياتنا كاينو داك الشيء اللي بغينا اللي قال لنا خلاتها الفنانه دنيا بوطازوط، اللي قالها الطينطو ديال عقلنا كنديروها. مقتنعين بعضياتكم؟ مقتنعه بعد انا مقتنعه براسي واحساس مقتنع براسو ومقتنعين ببعضياتنا بجوج. ما حنا اختارينا بجوج ما كيهمناش نقول علينا بنادم، انا كنقول بنادم كنقول له انت اللي كتهضر اش عاطيني، ما عاطيني والو، واش انا نخلي انا الناس اللي كيبغيوني وكيحماقوا عليا وكيتعاونوا معايا لا ماديا ولا معنويا، يعني وندي انا في واحد اللي كيدخل كومونتي سلبي؟ بالعكس مي كنشوف انا بزاف د الناس كيبغيوني وكيحماقوا عليا ويعني تصور ان لي كادو اللي تيجيوني ويعني الناس واقفين مع حنا داك الحاجه عجبتنا هالمقابل باش ديري لنا عاوتاني بحالها وما احسن منها. يعني الناس بالحب يعني باغيني يعني بقوه الحب ديالهم ليك باغيني يعني يتعاوني معك باي حاجه باش ما كان، فهمتي؟ اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.